أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين من هيئة أمهر الإعلامية من القسم العربي. اليوم سوف يكون معنا الضيف الممثل السيد كمال صلاب. أهلا وسهلا بك سيد كمال. حياكم الله، فرصة سعيدة أن أنا أكون معكم اليوم وشكرا على الاستضافة. منذ متى أنت في أثيوبيا وما الذي جعلك تأتي إلى أثيوبيا؟ أنا صار لي هنا في أثيوبيا تقريبا 7 سنوات، من بداية 2015 جيت هنا، و كانت جيتي على أثيوبيا بداعي السفر إلى دولة أخرى، ولكن بسبب أن إجراءات السفر كانت شوية معقدة اضطريت أن أنا أظل في أثيوبيا، وصار للآن تقريبا 7 سنوات. فمن ذلك الوقت وأنا مستقر هنا في أثيوبيا. هنالك العديد من الأوجه، من أوجه التشابه بين الثقافة الأثيوبية والثقافة اليمنية. على سبيل المثال، مثلا العادات والتقاليد، مثلا في المناسبات والأفراح والأعياد والمناسبات الدينية هنالك تشابه كبير، وخاصة في الثقافة الدينية. فأعتقد أنه ليس هنالك فرق بين الثقافة الأثيوبية والثقافة اليمنية من ناحية الدينية كما في المناسبات الدينية كما أسلفت. فمثلا في الأعياد هي نفسها الأعياد في اليمن نفس الأعياد هنا في أثيوبيا، من ناحية أداء الشعائر الدينية، ومن ناحية أيضا الفرح والسرور والزيارات العائلية وغير ذلك من العادات والتقاليد. أضف إلى ذلك مثلا من ناحية الكرم وحسن الضيافة و أشياء أخرى. مثلا لو تطرقنا من ناحية استقبال الضيوف، مثلا اليمن ترحب بالضيف كما هي أثيوبيا ترحب بهم أيضا. فالعديد من أوجه التشابه والاتفاق بيننا وبين الشعب الأثيوبي. الفرق قليل جدا، مثل ما أسلفت عادات والتقاليد تكاد تكون يعني نفس الشيء، وايضا الثقافه. اللهم ان هنالك يعني اختلاف بسيط من ناحيه ان الشعب، مثلا الشعب اليمني قليل منغلق، اما الشعب الاثيوبي فاظن انه يعني شيء ما منفتح اكثر من الشعب اليمني، بحكم مثل ما تقولي العادات والتقاليد اليمنيه الموجوده هناك. جميل جدا. بما أنك ممثل مشهور، ما الذي جعلك أن تصبح ممثلا؟ حقيقة التمثيل، أنا حتى لا أكذب عليك، يعني أنا ما كنت أفكر أن أنا أصير ممثل، ولكن الصدف هي من جعلتني ممثل في أثيوبيا. مثل ما أخبرتك سابقا، أنا أجيت هنا بغرض السفر، فسبحان الله، يعني هي صدف، يقولوا صدفة خير من ألف ميعاد. أنا فجأة أصبحت ممثل مشهور من خلال أحد المشاهد البسيطة التي أجريتها في أول عمل قمت به، وهو ترتا دراما تقريبا، كان دوري دور بسيط وزاد ديالوج، يعني فقط يعني مثل ما تقولي صورة بدون مشهد، بدون حوار. فمن ذلك الوقت انطلقت بمسيرتي التمثيلية والإعلامية والدرامية، فإلى حد الآن وأنا أقدم العديد من الأعمال الدرامية والبرامج كمان المتنوعة، فالحمد لله. كيف كانت الصدفة التي أدخلتك إلى أن تمثل؟ من الصدف، أول صدفة هي كانت مثل ما كلمتك مع واحد صديقي، اتصل فيني قال لي كمال كيفك، عندنا تصوير اليوم، لو أنت مستعد تيجي تصور معنا؟ قلت له ليش لا، طيب نصور. رحت صورت في مشهد من مشاهد الدراما الأثيوبية في بداية مشواري، ومن ثم أتت الأعمال الأخرى، الفرص. نعم أجتني عدة فرص، فقدمت عدة أعمال من ناحية الدراما. مثلا قدمت ترتا دراما ووازيمة دراما ويا راس طلعت تقريبا دراما، وبالإضافة إلى عدة أعمال أخرى من ناحية البرامج المتنوعة، مثلا
مستوت بروجرام اي تي في مزنية، وايضا برامج عيدية واخر اعمالي كان يا فرنجة رادة. كما تعلم فان الافلام انعكاس لمعيشة الناس، وكيف حصلت على الثقافة الإثيوبية واصبحت من نجوم السينما؟ حقيقة الافلام هي تعكس الواقع الذي نعيشه، وهي مثل ما تقولي مشاهد تبرز للمشاهد الحياة التي نعيشها والأشياء التي تصادفنا في الحياة اليومية. ف مثل ما قلت لك سابقا، الممثل يعني باختصار شديد هو عبارة عن مثل ما تقولي واجهة للإعلام، وإنسان يطرح المواضيع بكل تلقائية وبكل وضوح. وبالنسبة يعني للمشاهد نفسه، هو الشخص الذي يستقبل من الممثل ويتأثر بأسلوبه وبالفكر وبالأدوار التي يقوم بها، فأعتقد أنه له دور كبير من هذه الناحية. كيف هي الحياة بالنسبة لك في إثيوبيا؟ الحياة في إثيوبيا حياة جميلة جدا وسلسة، ويكاد لا تقارن بالحياة مع دولة أخرى. أنا أعتقد أنه الحياة في إثيوبيا هي نفسها الحياة في اليمن، ليس هنالك فرق كبير من ناحية المناخ، من ناحية الشعب، من ناحية من عدة نواحي. يعني حياة جميلة جدا، وأنا جدا مسرور بوجودي هنا في إثيوبيا، وكمان أشكر الدولة هذه على الاستضافة، شكرا جزيلا لهم. هل لديك رسالة لمن يحلم بزيارة إثيوبيا وماذا تريد أن تخبرهم؟ أنا أريد أن أقدم رسالة لأخوان الذين لم يزوروا إثيوبيا من قبل، أدعوهم لأن يزوروا إثيوبيا ويشاهدوا المناظر الخلابة والأشياء الجميلة الموجودة في إثيوبيا. يكاد بعض الناس يقولوا يا أخي أنت رحت على إثيوبيا، إثيوبيا بلاد أفريقيا ما فيها شيء، ما أدري، ما تكلموا كثير، ولكن أدعوهم أن يأتوا إلى هنا، وكما يقال يعني ليس من سمع كمن رأى، يأتوا ويشوفوا ويحكمهم بأنفسهم. بلد جميلة، حباها الله بعدة مزايا، وأعطاها الله من الجمال ومن الإبداع بشكل كبير. يعني بلاد ما شاء الله، بلاد خيرة وجوها حلو مثل ما أنت شايفة، فيكاد لا تجدي هذا الجو في مكان ثاني. فالتجربة خير برهان، أدعوهم أن يأتوا ويشوفوا ويطلعوا بأم عينهم ويحكموا ويتكلموا بالحقيقة. فأعتقد أنهم ما يجدوا بلاد تستقبلهم وترحب بهم مثل ما تستقبلهم أثيوبيا وترحب فيهم أثيوبيا، لأنه أنت لما تأتي إلى أثيوبيا ما تحس بالغربة حقيقة. يعني ناس طيبين، شعب ممتاز يحب الأجانب، يحاول يتقرب من الناس أكثر، شعب غير منعزل، شعب اجتماعي. فهذه البلاد يعني بلاد ما شاء الله، نتمنى أن يدوم لها الأمن والأمان وأن تستمر. كما تعلم يوجد عدم استقرار في اليمن، وأيضا هناك حرب تدور حولها، ماذا تريد أن تخبر الزملاء الإثيوبيين عن عواقب الحرب؟ كما هو معلوم من ناحية الوضع في اليمن وعدة دول أخرى، الآن العالم كله يمر بأزمة وعدم استقرار، وكما هو الحال في اليمن، اليمن بدأت الأزمات وبدأت المشاكل وبدأت الفتن من بداية 2015، فمنذ ذلك الحين لم ترى اليمن عافية. ولكن الحمد لله خلال الأيام هذه والشهور الماضية هنالك تحسن ملحوظ وانفراج جزئي للأزمة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذه النعمة والأمن والأمان، وأن تنفرج الأزمة والمشاكل عن الشعب اليمني، لأنه شعب مغلوب على أمره، لا ناقة له ولا جمل. ولكن نسأل من الله الأمن والأمان، وأن تنفرج الأزمة عليهم، وأن تعود اليمن كسابق عهدها.
وأن ينعم أهل اليمن بالخير والأمن والإيمان والسلام. وكمان هي يعني رسالة أوجهها للشعب اليمني أن يحكم العقل وأن يرموا السلاح جانبا، وأدعوهم إلى الحوار وأن تستمر هذه الهدنة وأن نكون يد واحدة وننبذ المشاكل جانبا. فالآن الحمد لله الوضع أحسن من أول، بدأت الطائرات تقلع، مطار صنعاء بدأ يقلع، وكمان هنالك هدنة ويعني في انفراجات كثيرة، استقرار من ناحية العملة المحلية ولو جزء بسيط. فالحمد لله في أمل أنها تنفرج الأزمة. وكمان هي رسالة إلى هنا إلى الشعب الأثيوبي، أدعوهم أن يحكموا العقل وأن ينبذ المشاكل جانبا، فالمشاكل لا تأتي بالخير أبدا، المشاكل لا تأتي إلا بالدمار، بالفقر، بالمشاكل، بالبطالة. ما عمر المشاكل جابت نتائج إيجابية، بالعكس تأتي بنتائج سلبية. فنحكم عقولنا وننبذ الطائفية والعنصرية والمشاكل جانبا، ونتعظ من غيرنا، نرى غيرنا من الدول، اليمن، سوريا، العراق، كل الدول العربية، وكمان عندك الآن القضية الأكبر اللي هي روسيا وأوكرانيا. فنأخذ العبرة ونتعظ بغيرنا. فالمشاكل مثل ما قلت لك يعني هي دمار، هي دمار وسبب رئيسي في خراب البلاد وأرجاع البلاد إلى الوراء. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يدوم الأمن والأمان والاستقرار لهذه البلاد، وأن تتقدم إلى العلا، فهي بلاد خيرة وبلاد يعني ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه أنها بلاد العدل والكرم. فكما تعلمين في بداية الهجرة عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتوا إلى الحبشة، فقال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فهذه البلاد بلاد العدل وبلاد الأمن والإيمان وبلاد جميلة من كل النواحي، نسأل الله لها الأمن والأمان وأن تستمر بالازدهار والتقدم. جميل جدا، ما هي رسالتك الأخيرة لتواجدك معنا في هذا البرنامج؟ شكرا جزيلا لكم أولا على الاستضافة، و حقيقة يعني قناة متميزة، أتمنى لكم الاستقرار والازدهار، ومن أفضل إلى أفضل. فشكرا على حسن الضيافة، وشكرا على دعوتكم لي، وأنا جدا مسرور بتواجدي معكم هنا، وأتمنى لكم مزيدا من التقدم والإبداع والنجاح. إلى هنا قد نكون وصلنا إلى ختام برنامجنا لليوم، إلى أن نلتقي في برنامج آخر، دمتم سالمين.